بسم الله. الدرس رقم 44. هنتكلم عن وسائل اتصال. بتصل، واحد بيتصل بواحد، او واحد بيتصل بجماعة، او جماعة تتصل بجماعة. المهم الاتصال هو العنصر الاساسي في الاشياء دي. اتصل، وسيلة الاتصال اول حاجة نتكلم عنها مصطلح اسمه مراسلة فورية، بترسل شيء بيوصل للناحية التانية. لكن مش زي زمان، مش زي خطاب، مش زي رسالة زمان. كنا زمان احنا قاعدين في الامارات برسل لأهلي رسالة في البريد العادي بتوصل بعد اسبوع، بعد 10 ايام. دي مش فورية، انما الفورية معناها ابعتها دلوقتي توصل دلوقتي. فهي دي المراسلة الفورية. انا على جهاز كمبيوتر، واحد تاني على الانترنت على جهاز كمبيوتر، اكتب رسالة، اعمل انتر، توصله فورا. بالانجليزي اسمها instant messaging، رسالة لحظية في اللحظة. لكن ما بقتش للكمبيوتر بس، بقى حتى اللي عنده تليفون تقدر تليفون، انا موجود على الانترنت وهو موجود في نفس اللحظة على الانترنت، سواء كان عنده تليفون، سواء كان عنده كمبيوتر، سواء كان عنده ايباد، سواء كان عنده اي حاجة، على طول بيتوصل بيه والبرنامج بيخاطب البرنامج طول ما احنا الاثنين على الخط على الانترنت في نفس الوقت. واكتب الرسالة تظهر له هناك. والمراسلة دي عندنا انواع مراسلة، يعني هبعت له ايه؟ هبعت له يا ترى كلام يوصله الكلام، ولا هبعت له صوت، يعني مكالمة صوتية، مراسلة صوتية هتيجي له هنا الرسالة الصوتية اسمع، ولا هبعت له صورة يوصل له الصورة هنا، ولا مراسلة بالفيديو. كل ده داخل الانستنت مسجنج، لحظية. انا والشخص الثاني موجودين على الانترنت في لحظة واحدة ابعت له رسالة توصله. تعالوا ناخد مثال، مثال السكايبي. اشتريته مايكروسوفت وسكايبي مشهور. انا دلوقتي على السكايبي ومعايا الناحية الثانية طرف اخر بهيك. بهيك فانا هقول له بالانجليزي مثلا let's start، خلاص، وانا اكتب بالعربي خلاص اهو let's start يا بهيك. هيبتدي بهيك هيخاطبني، دي مراسلة فورية. انا بعت لبهيك رسالة، خلاص بهيك وصلته الرسالة، المفروض بهيك يبعت لي رسالة قصادها. اتأخر، are you there؟ خلاص، هل انت هناك يا بهيك؟ خلاص، dad yes، وبيكتب لي هو انا موجود يا بابا. وزي ما انت شوفوه الناحية التانية بيكتب بهيج، بيكتب اهو خلاص خلاص. واروح كاتب عربي العربي كده، كيف حالك حبيبي، but I can't speak in Arabic. بيقول انا ما اقدرش اتكلم عربي. Could أنا كويس يا بابا، الكمبيوتر عنده ما بيكتبش عربي وعشان كده بيكتب إيه بالإنجليزي، خلاص، وهكذا. فأنت على طول بتتواصل معاه، خلاص. ممكن كمان أكلمه، كول إن أنا أكلمه، ادي صورته خلاص. ايوه بهيج حبيبي، اخبارك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ايوه انت كويس يا حبيبي؟ الحمد لله. ماشي يا حبيبي، بس انا بسلم عليك، مش عايز حاجه كمان؟ اهو صوتك اهو. ازيك يا قمر، اخبارك ايه؟ يلا يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، مع السلامه. مع السلامه، مع السلامه. ادي كمان صوت وكمان صوت وصوره. هو ده الانستنت مسجنج. اوعى تفتكروا ان سكايبي بس موجود، لا. تعالوا انا هاخد نشوف المراسله واروح لشركه من الشركات الكبيره اسمها سينت، واقول لها انت عندك ناقشتي قبل كده موضوع الانستنت مسجنج وعندك شركات تانية او امثله ان انا لما اديها للناس، فرحت هنا اهو وادخل هنا واكتب كده انستنت مسجنج، المراسلة الفورية. لا انا عايزها بالانجليزي. طيب لان الانجليزي موجود هنلاقي اكتر. تعال نروح هنا ترانسليت
للجوجل لان ما اعرفش بالانجليزي ايه، واحط هنا المراسله الفوريه وقول له معلش بالانجليزي ترجمها لي، اخدها كده وباليمين اروح جاي هنا واكتب هنا في جوجل لو سمحت دور لي على الانستنت مسجنج، انا عايز ريفيو. ريفيو يعني ايه؟ زي ايه؟ الشركه اسمها سينت بتاخد من ده، بتجرب الشركات الانستنت المراسلات الفوريه اللي بتحصل وتقول لك دي احسن من دي، او احسن شركات في العالم بتعمل انستنت مسجنج هي كذا وكذا وكذا. تعال ندخل انتر ونشوف هنا، فجابت لي موجود هنا، هو بتتكلم في التوبكس ده على الانستنت مسجنج، ونشوف مين احسن الشركات. قال لي الياهو ماسنجر، فعلا الياهو عندها ماسنجر جميل. اقول له ياهو دوت كوم، خلاص، والياهو دوت كوم تقدر تنزل منه ياهو ماسنجر، تعمل داونلود للياهو ماسنجر من هنا، هو مراسله فوريه برضو فيها نفس الشيء، تكتب وفيها تتكلم وفيها كمان تتفرج فيديو. مين شركات ايه تانية؟ شركات فيسبوك، الفيسبوك عندها انستنت مسجنج برضو نفس الشيء، كتابة ومراسلة وصوت وصورة، وكمان ايه واخد 1 2 3 4 5 2 4 5 نجوم، ولو ان ياهو واخد 4 نجوم. تعالوا نشوف مين تاني. بالتوك قديم وماشي حاله، خلاص، ده الشركة مدياله 5 نجوم، ده الشركة مدياله 4 نجوم. 5.5 نجوم مديها الشركة تريليان، ما جربتوش. دي شركة أمريكا أونلاين اللي عندها برضو ماسنجر، خلاص، ويندوز لايف ماسنجر. اشتريت بعد كده الشركة سكايبي اللي احنا اشتغلنا عليه، وسكايبي أكتر من ممتاز. ام اس ان ماسنجر، يفترض ايه؟ ان انت يكون عندك سكايبي والطرف التاني يكون عنده سكايبي. يفترض ان انت يكون عندك ياهو ماسنجر والطرف الثاني عنده ياهو ماسنجر. انا بكلمكم على الافتراض اللي هو النهارده اللي انا بتكلم فيه، ربما بعد كده زي سكايبي. سكايبي تقدر تكلم اللي عنده سكايبي، وتقدر تكلم كمان اللي عنده مايكروسوفت ويندوز لايف او ماسنجر، تقدر تتكلم على ده وده عن طريق سكايبي واللي عنده سكايبي. نيمبز ماسنجر، نيمبز برضه ممتاز، موجود، شوف حتى واخد 5.5، موجود على الايفون، موجود على برضو السامسونج الاندرويد، موجود على الكمبيوتر، 3 و3 ممكن يكلموا بعض. تعالوا نشوف مين تاني يا سيدي، نشوف التاني اللي بعديها مين. ادي نيمبز خلاص اتكلمنا عنه، وواحد في منتهى الاهميه واتساب. واتساب انتشر انتشار رهيب، بس موجود بس على التليفونات، في تاريخ اللي احنا فيه مش موجود على الكمبيوتر، ولكن موجود على الايفون، وموجود كمان على الاندرويد اللي هو زي السامسونج وخلافه. دول من اشهرهم. واتساب جميل، بيبقى على التليفون بتستخدمه، تبعت منه رسائل ما دام في انترنت، تبعت منه رسائل صوتيه، صور، اللي انت عايزه. بالشكل ده طبعا انتوا عايزين تكملوا وتشوفوا في عنده لحد 1340 نتيجه، ولكن احنا هنا جبنا اهم الحاجه، خلاص. في الفايبر، الفايبر برضو ممتاز، موجود برضو على السامسونج، موجود على الايه، على الايفون، ودول اكثرهم انتشارا. بس انا بتكلم على نظرتي كاحمد بيك النهارده مش في يوم تاني. اذا في الدرس ده اتكلمنا عن ايه؟ عن وسائل الاتصال. في ايه؟ في المراسلة الفورية. 2 شابكين على الانترنت، يبقى يقدروا يبعتوا لبعض كلام، يقدروا يبعتوا لبعض صور، يقدروا يبعتوا لبعض صوت، ويستقبلوا فورية عشان في نفس التوقيت اللي بتبعت بيوصل. الكلام ده مش كمبيوتر بس، لا، التليفونات وكمان غيرها من الأجهزة. يعني حتى دلوقتي جهاز التلفزيون فيه instant messaging، تقدر تتوصل من التلفزيون دايركت على التليفون أو الكمبيوتر. ونتقابل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الدرس رقم 45، وبرضو بنتكلم عن وسائل الاتصال، وهنتكلم عن تعريف مصطلح جديد اسمه SMS، خدمة الرسائل القصيرة، ومصطلح تاني بيسموه MMS، الرسائل
الوسائط المتعددة، يبقى خدمة إرسال الرسائل الوسائط المتعددة، بدل القصيرة بقت وسائط متعددة. جميل؟ لا لسه هنتكلم. شوف الدرس اللي قبليه كانت عبارة عن ايه؟ مراسلة فورية، نستخدم الانترنت نحن نبعت لبعض رسائل. الرسائل دي ممكن تكون كلام، ممكن تكون صور، ممكن تكون خلاف ذلك، فيديو صوت. طب لو ما عندكش انترنت، هنا بقى هنا اللي بنتكلم عنها، ارسال رسائل بدون انترنت. طب هنستخدم ايه؟ تعالوا شوف، هنستخدم شبكة الهاتف المحمول، تليفون وتليفون. نعم، بتبعت من تليفون رسالة للتليفون التاني، مش باستخدام الانترنت زي اللي فاتت، لا باستخدام شبكة الهاتف المحمول. فتبعت مثلا للشركة اللي انت تقول لها لم تصل بضاعة الى الان، انا طالب بضاعة وما وصلتش، فهم يبعتوا لك تم ارسالها بتاريخ كذا، فتجي لك هنا تم ارسالها بتاريخ كذا، فاكنها بتيجي بالظبط كده كانها محادثة. طب دي شيء. طيب، طب انا عايز ابعت صورة فيديو، هنا بتيجي صوت، هنا بتيجي رسائل الايه؟ المتعددة، مالتي ميديا سيستم. يعني ايه وسائط متعددة؟ احنا لما بنيجي بنعلم بنوصل علم عن طريق ايه؟ ليك انت، انا عايز اوصل لك علم. فممكن اوصل لك علم عن طريق الكلام، اكتبه لك في كتاب وتقراه فتتعلم بواسطة الكلام اللي موجود قصادك، يبقى كلام مكتوب. ممكن اوصل لك العلم عن طريق كلام مسموع اللي هو الصوت، وممكن اوصل لك العلم عن طريق صورة. بدل ما اقول لك الراجل ده شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا، اروح بعت لك صورة ليه، ما ده علم، ده علم اتعلمته. ممكن اوصله لك بفيديو، بدل ما اقول لك الفرح حصل فيه كذا وكذا وكذا، طب ما ابعت لك الفيديو. فدي وسائط، ده وسيط تعليمي، فده الوسيط اللي بستخدمه عشان اوصل لك المعلومه. الوسيط اللي فوق رساله نصيه، انما لو كنت عايز توصل صوره، صوت، فيديو، بنشتغل بالايه بقى؟ برضو على حسب استخدام شبكه الهاتف المحمول، ببعت من خلال التليفون صوت، صورة، فيديو. اللي فات ده كان ببلاش، اللي هو عن طريق الانترنت، شبك على الانترنت ابعت خلاص مش هاخد منك فلوس. انما هنا لا، الشركة بتاع الهاتف المحمول بتدفع لها فلوس على كل رسالة نصية، بتدفع اكتر على كل رسالة تحتوي على ايه؟ وسائط متعددة. ماشي، خلصنا. يبقى عرفنا هي رسائل قصيرة، قصيرة لأنها ليها عدد معين، 140 160 حرف تقدر بس تحطه في إيه؟ في الرسالة. وبعدين من تليفون لتليفون، وادي يا سيدي بعتنا الرسالة المكتوبة النصية. إنما لو ما عندكش بقى، لو عايز حاجة غير نصية كصورة، هتستخدم برضو الـ MMS بتسعيرة أخرى وخدمة أخرى. طيب، تقدر تعمل دي ببلاش. أقول لك بعض المواقع الإنترنت، تعالوا نشوف كده، لو دخلنا على موقع من مواقع الانترنت وكتبت كده، انا هكتب كده، ادخل على جوجل خلاص واكتب فري اس ام اس، يعني ببلاش، واجي فري ام اس، لقيت اول واحده اروح داخل عليها. فري ام اس، اس ام اس، تقدر من خلال الانترنت تبعت فري اس ام اس. ادي الكانتري، هنختار مثلا ايجيبت، ادي ايجيبت، والرقم التليفون حطه، ادي 0020، حط رقم التليفون واكتب الكلام اللي انت عايزه وقول له ابعت، هيبعت حدود 160 ايه حرف. ممكن نستخدمه، ممكن تستخدم في كتير، وبعض الشركات بتشتري كميه، يعني بتشتري 1000 اس ام اس، 2000 اس ام اس، يعني حتى بالايه بالفلوس بيشتروا، يعني عشان لما بنيجي نحن من برنامج مثلا من البرامج بنقول له لما تيجي تتأجر عربية ابعت لصاحب الـ الشركة ان العربية الفلانية تأجرت، او بنك من البنوك، واخد بالك، لما تيجي
واحد من 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 مثلا حد سحب فلوس فيجي له على الموبايل بتاعه ان انت تسحب من الماكينة كذا مبلغ كذا. دي كلها بتبقى عبارة عن ايه برضو اس ام اس، يا اما كمبيوترات محطوطة يا اما سيرفيس احنا بنشتريها بالعدد. خلاص الاس ام اس اللي هي الشورت مسج سيرفيس اللي هي ايه خدمة رسائل القصيرة. يبقى بنقدر خدمة الرسائل القصيرة هي ان ابعت رسالة عبارة عن اس ام اس، عبارة عن رسالة نصية عبر شبكة الهاتف المحمول مش عبر الانترنت. وفي خدمة تانية اسمها خدمة الايه مالتي ميديا اللي هي باستخدام الصورة والصوت والفيديو، حتى نغمة الهاتف تقدر تبعتها عن طريق الايه الام ام اس. زي مثلا قول لي ايه رأيك وبعت صورة او صوت او فيلم فيديو وصل هناك بنفس الطريقة. اتمنى على الله ان يكون الدرس اتفهم، واتمنى على الله ما تنسوش كمان لو حتى معكش فلوس او معكش انت تقدر تدخل على الانترنت وتستخدم الانترنت. زي ما شفنا في كثير من الصفحات الانترنت اللي عندها خدمة ارسال رسائل قصيرة مجانا. واشوفكم ان شاء الله في النقطة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. النقطة رقم كم لانها مش مكتوبة؟ يبقى رقم 46. بتتكلم عن تعريف مصطلح صوت عبر بروتوكول الانترنت Voice over IP VOIP. طيب فنيجي نشوف، كان زمان نقل الصوت عبر التليفونات كان بيسموها PSTN Public يعني عام، Switched محولات، تليفون تليفون نتورك يبقى شبكة ايه محولات التليفونات. كان بتتنقل الصوت، واحد عايز يتكلم فبتقوم بتحويله، ما اسمها تحويل، لخط تاني، المنطقة تانية، الواحد تاني، الرقم تاني، وهذا وكان بيتصل بهذا الشكل. وكانت مشكلة لو تفتكروا كان بتاخد وقت عبال ما تتركب، وبعض الدول بتتركب بالسرعة لكن التسعيرة عالية عالية كتير. والتسعيرة عشان تتصل بحد داخل البلد ده التسعيرة كمان اكتر، لو عايز تتصل حد خارج المحافظة او خارج البلد ككل تلاقي التسعيرة عالية. فجه سنة 95 وناس جماعة عملوا برنامج للاستفادة من تغطية الانترنت لكل الدنيا. قالوا طب ما ممكن احط هنا برنامج كمبيوتر وهناك برنامج كمبيوتر، وده يبعت لده الصوت فده يسمع من ده. ده بيسموه فويس يعني الصوت اوفر اي بي، فويس اوفر اي بي. لما دخلت وشفتها على الجوجل وقلت له ابحث، بحث لي وقال لي حتى موجودة عندي هو مقالة عن الصوت عبر الانترنت في الويكيبيديا، لو عايز تعرف زيادة ادخل عليها. ولكن الصوت عبر ميثاق ده البروتوكول يعني الانترنت، خلاص، هو وسيلة لربط المحادثات الصوتية وأقدر لك الصوتية وبالصوت والصورة الفيديوهية كمان عبر الانترنت باستخدام الانترنت. وبالتالي يمكن لأي عدد من الأشخاص متصلين سويا بشبكة واحدة بتستخدم البروتوكول الاي بي، يعني حتى لو شبكة داخل البيت أو داخل الشركة، نعم، برضو تقدر من خلالها تتكلم مع زميلك باستخدام انترنت بروتوكول، ميثاق الانترنت. جميل. وهيجيب لك هنا طبعا مقدمة، وقال لك في سنة 95 بعض الهواة نقلوا الصوت عن طريق الانترنت. هي فكرة النقل دي ايه الميثاق وايه البروتوكول؟ انا اللي عايز اقول لكم يعني انا الصوت عبارة عن ذبذبات بتمشي في الهواء بتتحول الى ذبذبات كهربائية في النتورك العادية عشان تمشي في الأسلاك النحاس عشان توصل للمكان التاني. يبقى صوت ذبذبات ميكانيكية بتمشي في الهواء بتتحول بعد كده عن طريق المايك لذبذبات، لأ، موجات كهربائية أو كهرباء، خلاص، إشارات كهربائية بتمشي في السلك لان انتوا عارفين الاسلاك النحاسية بيمشي فيها الكهرباء، بتوصل للناحية التانية بتتحول ليه ترجع تاني لموجات عشان الودن ايه تتعرف عليها. اوعى تقول لي صعبة، لا انا هقول لك حاجة،
حتى جسم الانسان بيشتغل كده. انت الطبلة بتاعت الاذن بتسمع الذبذبات دي، بتروح فهمها انها صوت، بتحولها لاشارات عصبية او كهربائية بتمشي في الاعصاب بتاعت جسمك، بتوصل للمخ، بتتسجل بطريقة كيميائية. لو جيت بعد يومين بتكلم واحد بتقوله على اللي انت سمعته من قيمته، من لو درس يعني اديته انا وسمعته من قيمته من، فبتقوله له قريت منين؟ من بعد ما تحول من الحاجات الكيميائية اللي موجودة في في المخ، حولتها الى حاجات كهربائية او عصبية، اشارات عصبية مشيت في الاعصاب وصلت لحد الايه اللسان، واللسان ترجمها من حاجات متسجلة كيميائيا في المخ الى كلام بيطلع من لسانك. مالناش دعوة، بس انا عايز اقول لكم ان ايه، الكمبيوتر نفس الشيء، انت بتيجي بتتكلم صوت حولها لداتا لمعلومات بشكل اخر، وبعدين مشاها في الاسلاك في الشبكة الكبيرة اللي اسمها الانترنت، ومن خلال محولات في الانترنت كتيرة وصلها للهدف. انت بتكلم، انا بكلمك هنا من الامارات، عندي رقم معين زي رقم التليفون، وانت مدام دخل على الانترنت يبقى برضو ليك رقم معين او رقم مميز. انا بتكلم هنا بيتحول كلامي عن طريق ان تحول لاشارات كهربية او اشارات داتا 01 معلومات يعني، مشيت في السلك لحد ما وصلت لك هناك. يبقى بغض النظر، مش عايزين ندخل في التفاصيل، الا ان الصوت بطريقة ما من عندي اتحول لاشارات مشي في الاسلاك الانترنت لحد ما وصل لك. طيب ايه بقى الحكاية؟ الانترنت خلاص بقيت ادفع لها بس ايجار واحد في الشهر وشغال بالشهر كله. مهما اتكلمت معاك على البرامج بتاعة الانترنت اللي هي برامج الصوت ده، مش هدفع فلوس زيادة. نعم، وما بيفرقش انا بكلم اخويا وابني او ابويا اللي جنبي في الاوضة اللي جنبي، هي نفس السعر. انا بكلم واحد في اخر الدنيا، في استراليا، في امريكا، في اوروبا، مش هتفرق، لانهم كلهم على شبكة واحدة، كلهم على الانترنت. تصور كده. وبعدين ان كنت اتصل عن طريق التليفونات العادية اشوف صوت وصورة ازاي، انا بس صوت اوكي، طب صورة؟ لا، الانترنت يقول لك صوت وصورة وكل حاجة. فلذلك عملت تغيير كامل، حتى تغيير في التجارة. يعني كنا بنيجي نعمل تجارة ما، فبنحسب احنا اتصلنا قد ايه بالصين ولا بأوروبا عشان نخلص الصفقة دي. لا، ده الانترنت ببلاش ببلاش. فلو عايز معلومات اكتر هتدخل على الصوت عبر الانترنت في الويكيبيديا وتعرف الكلام ده. خلاص، يبقى احنا درسنا في هذا الدرس ايه، هي ان كلمة voice over IP هي مصطلح اللي بيدل على كيف ينتقل الصوت عبر الانترنت واسلاك الانترنت باستخدام بروتوكول الانترنت، ميثاق بين الشركات وبعضها، نعمل ايه، ننقله ازاي، يكون في اي شكل، بهذا الشكل عشان يوحده. وعملوا من خلالها التليفون عن طريق الانترنت، الاتصال. فاكرين في الدرس اللي فات سكايبي؟ سكايبي من البرامج اللي بتشتغل على فويس اوفر اي بي، ان انا المحادثة عن طريق الانترنت. فايبر، نتو فون، ياهو ماسنجر، كل الشركات اللي بتنتج تليفون صوتي عبر الانترنت هي بتستخدم ايه؟ طريقة قانون الحاكم لنقل البيانات الصوتية عبر الانترنت. ارجو ان تكون فهمتوا، ارجو ان ما اكونش زودت عليكم، وان زودت سامحوني، لان ده حرص زيادة على الفهم. ربنا يكرمكم. السلام عليكم. بسم الله. النقطة رقم 46، ولسه بنتكلم برضو في الاتصال، لكن هنتكلم في موضوع لطيف جدا، ايه هي الممارسات الجيدة عند التواصل الالكتروني. هبعت بريد الكتروني، هبعت بريد، ده حتى دي ممكن تمشي على البريد العادي. فايه احلى حاجة اعملها احط بالي عليها وانا بكتب هذه الرسالة؟ تعالوا نقسمها. انا في نظري ان الرسالة لها وظيفة. فلو اتكلمنا عن كفاءة
كفاءة الوظيفة دي. الوظيفة بتاعتي ان انا اوصل معنى خبر علم من خلال الرسالة للطرف الثاني. يعني هكتب هنا حاجة الطرف الثاني هيشوفها هيقراها هيفهمها هيستوعبها وهتجيب نتيجة. اعملها ازاي؟ قال لك دي بتدخل في اول نقطتين، دقة وايجاز، استخدام عناوين واضحة للمواضيع. دقة وايجاز، تعالوا نشوف واحدة واحدة. الدقة، الدقة انا بكتب رسالة تكون دقيقة، انا دقيق في ايه اللي انا عايزه، راحت هناك الراجل قراها عرف بالضبط والدقة ما اريده. لو كان فيها شيء من عدم الدقة هيضطر الرسالة دي ما تكونش رسالة واحدة، هيعيد الراجل اللي استلم يقوله معلش في نقطة هنا ما فهمتهاش قوي، في نقطة غير دقيقة، انت عايز ايه بالظبط، ويعيد الرسالة لي فترجع تاني. فما وصلتش الرسالة ولم تكن كاملة عشان تتم الايه الوظيفة اللي قالت عليها. نمرة اتنين، الإجازة. مشكلة الإجازة، وزي ما قلنا قبل كده الزعيم سعد زغلول كان بيقول عفوا على الإطالة فلا أمتلك وقتا، معنى كلامه يعني للإيه؟ للإجاز. الإجاز واجب. أنا ما بجيلي خطاب طويل بيبقى عندي احتمال أعمل ثلاث حاجات. نمرة واحدة، واحد أقراها كاملة وأضيع وقت وممكن أضيع التفاصيل في الوسط لأنها طويلة، أو أأجلها وأنا مش فاضي دلوقتي، دي بتحصل كتير لطولها وتضيع أهميتها، أو أتركها لطولها وأنا فاضلها ليه، خصوصا يعني هتسد نفسي عن القراية، وخصوصا دي لو كان الموضوع ما يخصنيش أو موضوع غير مهم. لكن لو كانت موجزة، حتى لو ما تخصنيش، حتى لو موضوع ما يهمنيش ولا يخصني ولا غير مهم، لكن اجي ابتدي اقراها الاقي نفسي خلصتها لانها موجزه قبل ما اكون اقرر تخصني ولا ما تخصنيش، اكون قريتها بالكامل. فالاجاز جميل جدا، اللي رايح له مش هيمل، هيقراها. خير الكلام ما قل ودل، وكان كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قليل جدا بحيث ان هو يقدر يتعد، مفيش، ده الجميل هيتحفظ ويتفهم ومش هتضيع في الوسط ايه اي تفاصيل. نمرة اتنين، العنوان. العنوان عليه جانب كبير جدا من نجاح الرسالة من عدمه. انا بكتب عنوان، فالايميل لما تيجي تظهره ان شاء الله هنشوفه بعدين هيبقى مكتوب الايميل جاي منين والعنوان بتاعه. العنوان ده اللي بيخليني اقرر ابص له وادي له اهميه ولا لا. نمره واحد. نمره اتنين، لابد ان يكون واضح، لان لو مش واضح انا برضو ممكن اصرف عنه نظر، انا مش فاهم منك حاجه ومش عايز. فالعنوان لابد ان يكون نمره واحد شيق الى حد ما، نمره اتنين واضح، نمره تلاته له علاقه له علاقه بموضوع رساله، وما الاسم موضوع ايه، تكتبش حاجة والرسالة ليها حاجة تانية خالص. ماشي ماشي، ده جانب الكفاءة. وبالشكل ده في جانب كفاءة تاني، بس بالشكل ده نضمن ان الرسالة ان شاء الله هتؤدي ايه وظيفتها على كامل وجه او اكمل وجه. نمرة اتنين، جانب السرية. انا لما ببعت دي رسالة بتاخد، لو انا ببعت من هنا لامريكا بتمر على نقاط لا حصر لها، وكل وقت غير التاني. فلو في تفاصيل شخصية فيها ما تحطهاش، خصوصا التفاصيل الشخصية اللي ممكن تستغل باي حاجة، تفاصيل شخصية تستغل شخصية او تفاصيل شخصية مالية تستغل. الفيزا كارد لو عارف انا، لو واحد من الناس اللي مش كويسين عرفوا الرقم بتاعها وعرفوا اسمك وعرفوا الاكسبايري ديت
وعرفوا رقم تاني او بدون الرقم تاني يقدروا يستغلوها ويسحبوا منها فلوس. طب ليه من الاول عملت التفاصيل الشخصية دي وحطتها اللي ممكن تأثر عليك؟ تفاصيل شخصية اخرى عائلية او غيرها ممكن يعني تسوقك، تحطها ليه برضو في رسالة؟ لو عايز توصلها شوف لك وسيلة اخرى غير وسائل الاتصال الالكترونية، لانها ممكن في الوسط تقع في ايد حد، فاذا وقعت في ايد حد هيستغلها استغلال ضدك، بعد كده هتندم. فدائما تجنب عن كشف التفاصيل الشخصية بشكل غير ملائم. على فكرة ما تقوليش كده انا ما اقدرش اعمل حاجة، مش كل حاجة تفاصيل شخصية، في حاجات تفاصيل بيزنس، في حاجات تفاصيل منتج، في حاجات تفاصيل قضية، في حاجات تفاصيل، لكن مش شخصية توصل، لانها لو اتعرفت ممكن ايه، ممكن ايه تؤدي الى خسارة ليك سواء على الصعيد الشخصي او الصعيد المالي او اي صعيد اخر. اللي بعديها اجراء التدقيق الاملائي للرسائل، تجنب تبادل محتوى غير ملائم. اللي بيكتب الرسائل بيكتبها ممكن بسرعه او بيمليها، لما بتوصلني بعض الرسائل بقول ايه ده اللي كاتبها مش واخد حتى اعداديه، وبكون صوره عندي نفسيه تدل على مين اللي بعت لي الرساله ده. فاذا كنا ممكن نقدر نعمل تدقيق املائي للرساله قبليها يا ريت، خصوصا ان في ادوات تدقيق املائي داخل المكان اللي بتكتب فيه الرساله، انا اقصد هتكتبه في الاوتلوك هتلاقي، او تكتبه في حته في الوين وورد الوورد يعني مايكروسوفت وورد هتلاقي فيه تدقيق املائي. يا اخي قم بعمليه التدقيق الاملائي الاوتوماتيكي مش بايديك قبل ما تبعته، عشان لما يوصل لي ما اقعدش انا انشغل بتصليح الرساله، واخد بالك، او ادي صورة ذهنية خاطئة عنك ممكن تؤثر على الموضوع، من حيث ان انت مش عارف اساسا تتملى او تكتب كويس. ودي حاجات بسيطة وقلت لك ايه اوتوماتيكية، مش انت اللي هتعملها، ده الكمبيوتر هيعملها خطوة واحدة بيروح عامل لك تدقيق املائي. طيب اللي بعديها تجنب تبادل محتوى غير ملائم. يا جماعة واحد من اصدقائنا كان غاوي يبعت للشباب اصحابه محتوى غير ملائم، وفي يوم من الايام قال لا ده دي حاجه غير مش كويسه وبقى شكلي وحش وعيالي ومش عارف ايه. طب هل انت تقدر تلم اللي انت عملته زمان؟ انت كنت بتبعت رسائل لاصحاب كتير وناس كتير، خلاص اللي طلع من عندك ما تقدرش تسترجعه ابدا، وتبقى عامله زي الشجره اللي انت بعته فلان هيبعته. ما احنا عندنا حاجة اسمها ايه اعادة تحويل، انا جاي لي رسالة عجبتني ببعتها لواحد تاني، وواحد تاني عجبته ببعتها لواحد تالت، فعمال اعادة التوجيه دي تيجي، فتلاقي الشجرة عاملة زي الشجرة، فرع طلع منه فرع طلع منه فرع، تيجي في الاخر المحتوى الغير الملائم اللي انت حطيته في هذه الرسالة راح لكم واحد كشجرة. ايه هل دي كشجرة طيبة ولا كشجرة خبيثة؟ لان الشجرة الطيبة شو اللي بيحصل لها، ده عملت محتوى طيب راحت لفلان فلان بعتها لفلان فلان بعتها لفلان فلان بعتها لفلان، وشجرة فرعت، هتبقى نفس الشيء الشجرة التانية بس دي شجرة خبيثة تفرعت وعملت وجابت لك بلاوي. فلابد ان انت لما تيجي تبعت محتوى اوعى تفتكر ان المحتوى هيقف عند اللي رايح له بس، ابدا، ده انترنت، ده عالمي، ده كل الناس شايفاه، فحاول تتجنب محتوى غير ملائم تبعته من خلال الانترنت، لان ما تعرفش هيوصل لفين او هيسبب لك ايه. اخر حاجة التدقيق الاملائي للمحتوى دي قلناها خلاص خلاص، فما فيش داعي نقولها تاني. يبقى مهم جدا على فكرة، مش دي بس، ده في اشياء كتيرة ممكن نتعلمها، الاتيكيت في كتابة الرسائل، منها مثلا يعني ان ما تكتبش بكابيتال سلوك، لو انت بتكتب لو انت
تعمل كابيتال لوك وتكتب، لو انت تكتب الانجليزي ما تعملش كل الحروف كابيتال، او حتى بتكتب بالعربي ما تكبرش الخط لان بيعتبروه اكنك بتصرخ على اللي قدامك، انك كانك بتعلي صوتك، بيعتبروه مش اتيكيت. اشياء كتيرة ممكن نناقشها بعد كده. انا قلت النقطة الاخيرة دي لسبب تاني جدا، عشان اقول لكم مش بس هي دي الممارسات الجيدة، لا في ممارسات جيدة تانية، وان شاء الله نقولها في درس تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.